صالحة الطويل، صاحبة قناة على اليوتيوب اللي معروفة بصالحة شانيل. فكرة جاتني، كنت كنصاوب الحلوة في الدار، بديت كنشوف اليوتيوب كنلقى ان الناس كيحطوا الوصفات ديالهم، قلت علاش لا حتى انا ما نديرهاش. وحتى بزاف ديال الناس قالوا لي علاش ما تحطيش هذا الشيء في اليوتيوب يشوفوا الناس شنو عندك. وهذا صافي هي فاش بديت كنحط في القناة عندي دار، يعني فين ما تحت الفرصة كنصور هكا. ولاو الناس دابا تيقولوا لي ما تبقايش حطي لينا غير الحلوى، حطي لينا حتى اليوميات ديالك. والناس ملي تيولفوك تيبغيو يعرفوا عليك كلشي. صافي بديت كنحط يعني كلشي، كاع اليوميات ديالي كنحطهم. هي في الصراحة القناة في الأول درتها على قبل باش كنبارطاجي الوصفات ديالي، من بعد ملي بداو الناس هكا كنشوف الناس تيحطوا اليوميات ديالهم وتيهضروا وتيضحكوا، قلت علاش لا حتى أنا ما نشاركش مع الناس هاد الشيء. والناس كيعرفوا أكثر، الناس ملي كيشوفوا غير داك الوصفة ما تيعرفوش هذاك السيد اللي دايرها، ولكن الا عرفوك انتي وشافوك هكا كل نهار وكتضحكي كيعرفوك كيحفظوك كيوليو حل العائله ديالك. هما تيبقاو يطلبوا منك انهم دائما يبقاو يشوفوك كل نهار ويتعرفوا عليك اكثر. يعني هذا هو الدافع اللي خلاني انايا كنحط كل نهار وكنصور، لانك عاوتاني مشيتي كتحطي كل شيء، الناس كتحاولي داك الشيء الزوين هو اللي كتبينيه، وداك الشيء اللي في الحياه ديال اي شخص كدوز عليه راكم عارفين. يعني ماشي دائما حنا عندنا الناس مشاكل وكيفرحوا، هذا كتحاولي انك ما تبارطاجيش مع الناس داك الشيء كله. الحاجه الزوينه الايجابيه اللي غادي تدخل الواحد عندك القناه ويفرح ويدي معاه شي فكره هي اللي كتبارطاجيها بزاف. هو الروتين راه فيه وفيه، كاينه اللي كتسجل الروتين ديالها كيفاش داز النهار ديالها بالاحترام، وكاين اللي تبغي توصل دغيا راه كتشد هاد الناحيه كتمشي في هاد الطريق. كل واحد بغى يمشي في شي طريق راه كيمشي فيها، والناس راه تيشوفوا تيقيموا، يعني تيشوفوا هذا اشنو المراد ديالو من هذاك الفيديو اللي دار، والاخر حتى هو شنو المراد ديالو. وكيف ما قلت لك الناس ملي كيعرفوك راه هما كيلقاو لك العذر، كيعرفوا الشخصيه ديالك كيفاش دايره. واخا كتصور لهم انك جالسه كطيبي ولا كتشقاي ولا كديري شي حاجه، ما عارفينك انك راه بغيتي فعلا تشاركي معاهم، ماشي راكي باغا توريهم شي حاجه اخرى كيف ما كنشوفوا. يعني هادشي اللي كاين، كل واحد والشخصيه ديالو، كل واحد كيفاش كيبغي يوصل داكشي اللي بغى للناس. كاين اللي كيبغي يوصل دغيا كيمشي لجميع الوسائل كيف ما كانت، وكاين اللي كيقول بشويه عليا بشويه بشويه، وديما الطريق اللي كتكون بشويه بشويه كتكون صحيحه هي اللي كتوصل. اليوتيوب بال الخدمه واليوتيوب، يعني ماشي كندير الحلويات وفي نفس الوقت اليوتيوب، غير هو وليت كنعطي الوقت اكثر اليوتيوب، لان تقريبا راه نقولوا الخدمه ديالي. يعني الخدمه ديالك شي خدمه اخرى كتزاوليها؟ كندير لي كوموند، كنصاوب الحلويات للناس وكندير لي كوموند حتى هما. كتعيشي منه هو اليوتيوب على حسب يعني المشاهدات ديال الناس. كانوا عندك مشاهدات بزاف راكي ما كتضطريش انك تخدمي خدمه اخرى، ولكن ملي كيكونوا مشاهدات قلال راه ضروري ما تطلقيش من خدمتك الاساسيه، وهكا غاد القضيه غادا. الرسالة ديالي أول حاجة نبغي نهني المرأة المغربية على هذا النهار اللي هو كبير بالنسبة لها، اليوم العالمي للمرأة. نقول للمرأة المغربية ديما اللي بغات توصل شي حاجة ما تبقاش تلفت وراها، خاصة غير تشد الطريق الصحيحة. الرسالة ديالي للناس اللي تيديروا اليوتيوب، علاش لا الإنسان إلا لقى شي فكرة ولا شي حاجة زوينة يحطها في هذيك القناة باش توصل الناس بواحد الطريقة إيجابية، علاش لا. وشي حاجه اخرى ما نقدرش نحكم عليها، يعني كل واحد كيبغي يدير داكشي اللي بغى، هذا اللي كاين.